السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال الطقس إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الإثنين السابع والعشرين من شهر جانفي 2020 إذن نتوقع أيضا في الفترة الصباحية أجواء تقريبا صافية مشمسة مع بعض الغيوم ستميز المناطق الداخلية الوسطى مع بعض القطرات من الأمطار على ولاية الجلفة ولاية يارت وشمال ولاية الأغواط أجواء أيضا صافية مشمسة على المناطق الشرقية باستثناء تزيل بعض السحب الممطرة على أقصى المناطق الشرقية ولاية الطارف عنابة عن وسكيكدا المناطق الجنوبية أجواء صافية مشمسة مع ذلك سنسجل سحب كثيفة ستميز ولاية مراست ولاية إليزي وولاية ورقلة بحول الله تعالى في الفترة المسائية أيضا متابعينا الكرام نتوقع أجواء صافية مشمسة على كل المناطق الجزائرية باستثناء تسجيل بعض السحب على المناطق الشرقية الداخلية وعلى أقصى الجنوب ولاية مراسة ولاية ليزي قد تعطي بعض الزخات المطرية درجات الحرارة متابعينا كرامة الدنيا سنسجل درجات حرارة باردة نسبيا، أين سنسجل ما بين تقريبا ثلاثة إلى أربع درجات على المناطق الغربية الداخلية الوسطى أيضا الداخلية والهضاب العليا والمناطق الشرقية الداخلية إلى غاية الأوراس. السواحل سنسجل ما بين 11 إلى 12 درجة على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية شمال الصحراء والواحات إلى غاية منطقة الصورة سنسجل ما بين خمسة إلى ثمانية درجات على شمال الصحراء وال الواحات ما بين 9 إلى 12 درجة بحول الله تعالى على المناطق الجنوبية وكأقصى حد سنسجل 14 درجة على تمراس وبرج بجي مختار إذن كل الخير نتمنى للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته